ومن الشجر ومما يعرشه فيه شفاء للناس. أغراب وزغراب مع حفظ الألغاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وننتهز هذه السانحة لنعرض لكم عن تهانينا وتهاني الشعب السوداني بانتصاركم على المحاولة الانقلابية الآسمة في 15 سبتمبر الماضي، وفوزكم ونهنئكم بالفوز الكبير في الاستفتاء حول الدستور الذي تم خلال الأيام الماضية.